ما زي ما بقول لحضراتكم اللي هو ايه، يعني نحن في زمن الاشتغالات الشديدة يعني. طبعا طبعا لما الجهاز الحكومي بيتحرك بسرعة والإعلام بيلتقط الخيط ويبدأ يشرح ويصحح الحكاية، مفروض على طول ان الأمور يعني يتم وقدها. لكن انت بتلاقي مثلا يعني امبارح 25 نوفمبر النائب محمد ابو حامد، وانا عايز اشرح بس لحضراتكم حاجه عن البرنامج هنا في 90 دقيقه، ويمكن هتجاوز لي امر حتى شخصي في ما اكتبه وما اقدمه لحضراتكم. ما تستغربوش يا جماعه لما تلاقيني بمتدح شخص النهارده وانتقده بكره. كويس؟ يعني النهارده بمتدح شخص وبكره بنتقده. في ناس يقول لك لا انتوا ما تثبتوش على رايي وانتوا الامور بتتغير والمصالح بتتغير، ابدا المساله مش كده خالص. ولكن انا لما بتعرض لشخص، شخصيه عامه مثلا، وقال رأي كويس، فبقول والله ان الراجل قال رأي كويس في القضية دي. بعد شوية قال رأي مش مظبوط، فبقول يا جماعة الراجل قال رأي مش مظبوط. ببساطة كده، ببساطة كده. مفيش خلفيات للأمور، لأنه شغلانة الإعلام اللي أنت عايزني أبقى فيها محايد وموضوعي، ما ينفعش إن أنا يبقى فيه شخص أنا معاه طول الوقت، هو صح هو غلط أنا معاه. لا، لما بيبقى في خاصة الشخصيات العامة اللي هي بتقوم بعمل عام في المجتمع، منهم بقى بداية من كل الحكومة، المسؤولين، رجال السياسة، رجال الثقافة، النواب، كل من يقوم بعمل عام ماس بالناس، هم صاحبنا يعني، مش اصحاب، مش اصدقاء. انا لو صاحبك ادافع عنك بالحق والباطل، يعني حكم الصداقة يعني. لكن لما بنيجي نتعرض لناس، فتلاقيني مثلا أؤيد النائب مثلا محمد أبو حامد في مشروعات قوانين يتقدم بيها، وبعدين تلاقيني أعرضه في سلوك برلماني يتقدم بيه، أو طلب إحاطة يتقدم بيه. يعني ليه؟ لأنه هنا عمل حاجة كويس فأقول له شكر، هنا عمل حاجة مش كويسة أقول له لا استنى. زي طلب الإحاطة اللي هو مقدمه ليه رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة ووزيرة البيئة عشان عملية تصدير الكلاب، اللي هو كان ممكن سيادة النائب ببساطة شديدة جدا يرفع سماعة تليفون للناس الأول ويتأكد من المعلومة اللي بيبني عليها طلب الإحاطة بتاعه. كويس؟ أهو يعني ده طلب الإحاطة بخط النائب محمد أبو حامد، ودي نقطة بتستخدم. ليه؟ لأنه مثلا الراجل الدكتور حامد عبد الدايم متحزب باسم الزراعة، أو يطلع وزير الزراعة ويقول يا جماعة لا صحة لتصدير الكلاب مش صحيح، فيقوم نائب برلماني موقر عامل طلب إحاطة ويقول احنا عايزين نعرف الحقيقة. ما الوزير قال ده جزء من الشوشرة اللي بتحصل على الناس في الشارع المصري الآن. انك بتلاقي لما مصدر المعلومة فين؟ في وزارة الزراعة. قالوا مفيش، فما ينفعش انا تاني يوم لا اقول لهم فيه. ليه؟ لان انا مش مصدر المعلومة، الا اذا كانت الوزارة بتخبي حاجة وانا حصلت على مستند اجيبه لحضرتك واقول لك اهو الوزارة بتكذب علينا. لكن لو انا ما عنديش هذا المستند ما ينفعش اطلع اقول لك اصل انا مش مستريح لكلام الوزير، مش مطمني كده، حاسس ان وراه حاجة، مخبي لا ده كلام فاضي او كلام ما يصحش او كلام ما ينفعش. يقول لك مش مقتنع. كويس؟ مش مقتنع، اللي هو انت بتتكلم ببساطه شديده. في شعوب بتاكل قطط وكلاب، بتاكلها ماشي. انت هنا في مصر عندك في الدستور في ماده 45 من الدستور بتتكلم، وعايز اقول لحضراتكم على حاجه، ده جزء من الحاجات الجميله او الرائعه والراقيه والمتحضره في الدستور المصري، لان الماده 45 بتتكلم عن الرفق بالحيوان، عن حقوق الحيوان. كويس؟ يعني الماده 45 في الدستور كويس بتحرص على حقوق الحيوان. الدستور فيه مشاكل تانية يعني هيجي وقتها، لكن فانت حطيت في دستورك مادة بتحافظ على رفق الحيوان.
والناس بتحب الحيوانات وتربي الحيوانات ويعني ممكن يبقى الحيوانات عامله دوشه في البيوت، بس هي الناس بتحب تربيه الحيوانات كويس. فهنا ايه المساله، محتاجين بكلم والله بجد، يعني اذا كنت تريد ان تكون الحكومه محترفه في ادائها وان يكون الاعلام محترف في ادائه، فلا بد ان يكون النواب محترفون في ادائهم. واقول لكم حاجه بقى كمان، الشعب كمان يبقى محترف في ادائه، لان انت مش متلقي سلبي، انت مش متلقي سلبي. اللي انا اقوله لك تصدقه على طول؟ لا، انا نفسي اهو انا بقول لك اهو اللي انا بقوله لك ده اعرضه على عقلك ودور عليه وشوف معلومات. انا بقول لك كلام صحيح ولا مش صحيح، يمكن يكون بسرح بيك انا كمان. فكل الناس لازم تبقى بتتلقى المعلومات بالمنطق. طلع الراجل المسؤول قال لك مفيش، خلاص. لكن يطلع طلب احاطه زي ده، انا بناشد برضو نوابنا الافاضل لما تبقى في قضيه زي دي فيها حاله من الجدل، تاكد قبل ان تستخدم حقك البرلماني، سواء بقى سؤال، طلب احاطه، بيان عاجل، قبل ما تستخدم ده تحصل على المعلومات الصحيحه، لانك لما بتحصل على المعلومات الصحيحه بتساهم في تصحيح الصوره للناس. انما الناس يجي يقول لك اه ما هو النواب اهو عاملين طلب احاطه، يبقى الحكومه بتعمل ده.